الكلون هذا باش والله مخبي في حفرة ولا في غار، شي يقول لهم هل أنتم مستعدين يا أوروبا تدخلونا في أوروبا الحلف الأطلسي؟ هل أنتم مستعدين تدخلونا في الحلف الأطلسي؟ روح يا كونار يا عريان يا حفيان، انت مهبول، داروك كبش ضحية يا بغل. جماعة البغل ما عندهمش عذر، لكن البغل نتاع أوكرانيا زالينسكي شكون جابو؟ جابو شعب بغل كيما هو، الشعب الأوكراني تفوطي على أكتر. واش تستنى؟ ماذا تنتظر لما تحط ممثل تاع مسلسلات رئيس عليك؟ تنتظر كواي يرحم بابك؟ ما كانش. هاي النتيجة الديمقراطية اللي تسميوها انتم الديمقراطية الشعبية اللي يحكي لكم عليها العميل نتاع زيطوط، لانه عميل للمنظومة الإسلاموية العالمية اللي هي عاملة للمخابرات الأمريكية الإسرائيلية، أو الانتهازيين لأنهم ما لحقوش لدرجة عملاء، عبود هشام، عبد الصمار، حمار ديزاد اكسترا، وراكم رايحين من العالم. وين حابين تديو الشعب الجزائري؟ ديتوه للمهلكة، للمحرقة، للتهلكة. بيان سور الشعب شريك معكم لانه يتبع فيكم. عندكم مثال حي، اوكرانيا في الثورات نتاعها، في التغييرات السياسيه نتاعها وين وصلت؟ وصلت ان الروس يضرب فيها بالبومبات، الرئيس نتاعهم ولا يستغيث بالدول الاوروبيه اللي ما جاوبتوش، سكتت ما قدرتش تجاوبه، ما قدروش يجاوبوه tout simplement. علاش ما قدروش يجاوبوه؟ اي فول با سامبليكي، لانه اوروبا عارفه كي يبداو لي ميسيل يصيحوا ماشي امريكا اللي حتتقاس، اوروبا اللي حتتقاس. عندنا مثلا يقولوها في قسنطينه، قالك الدبزو الفراخ في السماء طاح الدرك على السقف. لما تجيبوا بغل رئيس جمهوريه استناو انه المصير نتاعكم الى الكوري والقرط والحلفة تاكلوا الحشيش نوعا ما. هذا واش صاير في الجزائر والله، في الجزائر والله، في هذه البلاصة هذه اللي احنا منها جايين، سي لا ميم شوز. شكون خلى تبوني يطلع رئيس؟ بوشاشي، طابو، زيطوط، وهذا بوك اللي نهضر عليهم ديما انا، تالمون كرهت من ربهم جي با اونفي نحكي على اساميهم. اتونسيون، ورا تبون جايتكم حاجه اخرى، حاجه اخرى بير على تبون، لانه تبون سي مينابل. هذا تبون اللي كتشوف فيه رايس سي مينابل، والمينابل هذا حاكم فيه 40 مليون، على بالكم على واه؟ باسكو عندكم الدواب تسمعوا لهم. لما تسمعوا البغال المصير تاعكم للكوري، المصير تاعكم للقرط والحشيش. با بلا ما نسب الشعب اللي انا منه، ماشي شعب داير، الغاشي اللي انا منهم والله، هاد العباد اللي من ناحيه لا ديان انا منهم، ماكم شعب، ماكم امه، ماكم والو، انتوما كروش وما تحت الكروش، وعايشين على الكرش وما تحت الكرش. العالم قدامكم قاعد ينقسم الى قوة، قاعد يحدد في حدود جديدة. على بالكم انتم واش؟ انتم السلطة لي زونطري نتاع لو موند هذا، وعلى بالكم علاه؟ باسكو تبعوا في الحمير. ربي كي قال ان لا كيفاش نسيت الآية، والله نسيت الآية ما عنديش نهضرها، على صوت الحمير، النهيق تاع الحمير. المشكلة نتاعنا نسمعوا في النهيق نتاع الحمير. أكبر حمار
في الميدان حاليا واسمه العربي زيطوط. ثاني حمار في الميدان واسمه عبود هشام. الباقي المركز الثالث والرابع والخامس يشارك فيه عبد الصمار وبن سديرة وحمار ديزاد وبعض والأخصائي الكبير في الاستراتيجية العسكرية الكابران بن حليمة والقائد العام للقوات الجزائرية بن ويرة. شو راح نقول لكم؟ ما فهمتش، عيت اونيتمون وصراحة عيت. علاش عيت؟ الارض هذيك ارض ماسينيسا لا نوميدي، ارض ثوار 54 58 ونحبس انا منها. انا ولد المدرسة العسكرية ولا افتخر بها. كي نشوف الحمير اللي قدامي نفتخر اني كابران كنت نخدم في الفرماج. ما نقدرش نقبل. الله غالب، عاطفة جماعة، عاطفة داخل في قلبي انا مش في مخي، لانه مخي نحرق ربكم بالنابالم، لكن قلبي ما قدرتش. هاد الأمة أنا نحبها ننتمي ليها، وتغيظني ما يحز في قلبي بالعربية للي يفهمه سكين في لو بلوس مالو كور، ما يحز في قلبي أنه الشعب اللي أنا ننتمي ليه فيه ما بابا جدودي خوتي ولاد خوتي اكسترا يستغل من طرف استعمار قاتل جينوسيدار، وانا على بالي ونشوف ونتفرج. لازمني نهضر، كون ما نهضرش ننفجر. يفوق جو ميكسبريم سينون جو في اكسبلوزي. جماعه اللي ماني في الطوموبيل ما نقدرش نخلي كومونتير، شتي اوبليجي ندير لايف برا باسكو الله غالب مازال ما حكتش للدار. لازم ننفجر، لازم نهضر، ما نقدرش نسكت. دين الرب ميش ببا متار. لازم الناس يفهموا هاد الارض هادي اللي زدنا فيها اجمع هاي ارض مباركة، ماشي من عند بولحية وصحاب السواك واللي كحلوا عينيهم كي البيطاسات ارض مباركة من رب العالمين، عطاها كلش، عطاها البترول، عطاها الغاز، عطاها اليورانيوم، عطاها الذهب، عطاها الاراضي الفلاحية، اعطاها حتى ان النساء نتاعنا الحراير نتاعنا عندهم قدره على الانجاب.